تسجيل 248 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا. طلب إحاطة في البرلمان حول طرق التخلص من النفايات الطبية الخاصة بالمصابين. 30 توصية تم من لجنة الصناعة في البرلمان لمواجهة آثار كورونا على القطاع الصناعي. أخيرا نناقش تأثير إجراءات التباعد على عادات رمضان الاجتماعية. تابعونا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا بتسجيل 248 حالة جديدة ووفاة 20 شخصا آخرين. وتوفي محمد المحسناوي الممرض في مستشفى النجيلة وهو يؤدي واجبه في خدمة المصابين بفيروس كورونا. كما عاد الفيروس بحياة محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس. وفي سياق متصل في سياق تجهيز مستشفيات لاستقبال حالات كورونا، تم إرجاء وإخلاء مستشفى بني سويف التخصصي واستمرار عملها لخدمة المواطنين، وذلك بسبب عدم جاهزيتها، فيما تقدم النائب فايز بركات بطلب إحاطة في البرلمان حول ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، حيث يبلغ متوسط حجم النفايات الطبية اليومية لكل مستشفيات مصر نحو 300 طن. حول آخر التطورات الطبية انضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور أحمد سعد أمين، الطبيب واستشاري البطنة. دكتور أحمد أهلا بك. نقف الأول عند الأرقام، تسجيل أعلى حصيلة يومية من حيث الإصابات ومن حيث الوفيات أيضا 20 و248. من وجهة نظرك كيف تقيم المنحنى الوبائي في مصر حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك استاذ تامر واهلا بالساده المشاهدين. بالنسبه للمنحنى طبعا في مصر هو شيء طبيعي ان يبقى في تزايد في الحالات، طبعا مع تزايد عدد التشخيص او مع تزايد اعداد الاشخاص اللي بيخضعوا للتشخيص، فده شيء يعني معروف بالنسبه حتى للعالم كله. التشخيص هو اللي بيحدد اذا كان في عدد الحالات. هو دايما معروف ان عدد الحالات اللي موجوده بتبقى تقريبا 10% من البوبيليشن او 10% من التعداد السكاني بالنسبه للاحصاءات الاخيره لانتشار الفيروس في العالم. والله ال 10% دول اكتشفوا او ما اكتشفوش، ده بيعتمد على قدره الجهاز الصحي في كل دوله على عملت كم فحص بالظبط كده، اخضاع الاشخاص للمسح او السكريننج. طيب انا عايز اقف معاك عند تصريحات الزميل الصحفي اللي توفي اليوم، كان من حوالي اسبوع، اقل من اسبوع تقريبا، يوم الثلاث اللي فات، كان كتب على صفحته انه اخذ فتره طويله جدا علشان يخضع للفحص، وبعدين بتدخل من نقابه الصحفيين اتعمل له فحص، استنى يومين، وبعد كده الفحص طلع غلط، بعد كده استنى يومين علشان يعمله تاني، يومين تانيين علشان يتاكد، فده كله ضيع وقت كتير جدا. الى اي مدى يعني انا مش فاهم يعني ايه الفحص طلع غلط، بي سي ار او ايا كان الفحص اللي اجري، فياريت توضح لنا النقطه دي، وليه كل الوقت ده يعدي علشان اتاكد مريض او المريض اللي قدامي مصاب بكورونا او لا؟ هو بالنسبه لفحص البي سي ار، هو طبعا البي سي ار معروف ان هو في نسبه خطا او اللي هو الفولس بوزيتيف الفولس نيجاتيف سوري الفولس نيجاتيف ده عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان الشخص عنده الفيروس وبيتم اخذ عينه مسحه من الحلق، مسحه الحلق دي بنبدا نعمل ليها نوع معين من انواع الاختبارات علشان نتاكد من وجود الار ان اي او الحمض النووي للفيروس. مشكله الفحص ده الوحيده ان هو ممكن يبقى الشخص عنده اعراض خفيفه او حتى ما عندوش اعراض ويتم اخذ مسحه منه، والمسحه دي في الوقت ده تحديدا بتكون سلبيه. ليه بتكون سلبيه؟ بتكون سلبيه لان المكان اللي خدنا منه المسحه قد لا يحتوي على الفيروس، لا يحتوي على، وبذلك لن يحدث ديتكشن او لن يحدث اكتشاف للجينات الفيروس او الحمض النووي الفيروسي.
وبيكون الشخص عنده الفيروس لكن ما ظهرش في التحليل البي سي ار. الإجراء المتبع في الحالات دي عالميا طبقا لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، إن الشخص اللي بتظهر عليه أعراض اللي هي حرارة أو سعال أو إحساس بالآلام في الجسم أو ما شابه، وظهرت في فترة الوباء يعني وظهرت النتيجة سلبية، فبنضطر إن إحنا نعمل إعادة للتحليل المسحة مرة أخرى. لكن دلوقتي طبعا في تحليل جديد ظهر، وهو تحليل الاميونوجلوبولينز او الاجسام المضاده، وده تحليل ادق يعني نسبه الدقه بتاعته عاليه جدا، بتتخطى ال 95 ل 97%، وده بيبقى تحليل دم. فظهر في كثير من الابحاث العالميه ان تحليل الدم، ان المسحه مسحه الحلقه او مسحه البلعوميه ما بيظهرش في ثلث الحالات النتيجه ايجابيه حتى لو كان العيان ايجابي. فبدانا نلجا دلوقتي لحاجه اسمها الاكسبريس تيست اللي هو تحليل الدم، لان السيرم او البلازما بتاعت الدم بتحتوي على الاجسام المضاده، في نوعين من الاجسام المضاده، اجسام مضاده اميونوجلوبولين ام واميونوجلوبولين جي، وهما بيحددوا ميعاد الاصابه او الشخص ده محصن ضد الفيروس او غير محصن. هو للاسف اللي موجود حاليا هو الحاجه اسمها الكواليتيتيف، او اللي هو بيقول بس بوزيتيف او نيجاتيف، ما بيقولش الكميه. والكميه دي مهمه علشان نعرف العيان، في لان بيبقى فيه جراف كده منحنى، لازم نعرف الكميه، كميه الاجسام المضاده اللي موجوده في ميل الدم قد ايه. طيب برضه في حاجه خطيره جدا يا دكتور في كلام حضرتك، إنه المفروض لو طلعت النتيجة سلبية بيتم الإجراء التحليل مرة تانية لو أنا متأكد إن الشخص ده مخالط أو عليه أعراض شديدة القرب من أعراض فيروس كورونا، لكن هل ده يعني عرف عالمي بيجرى في كل الأماكن ولا يعني بيختلف من بلد لبلد؟ لأن هل في بلد إمكانيات مصر تقدر إن هي من وقت للتاني مجرد ما التحليل يظهر سلبي تعمله تاني؟ هل أنت عندك الإمكانية لده؟ لو ده عندك فده كويس جدا، لكن لو مش عندك ده معناه ان في ناس بيروحوا يعملوا الاختبار ويطلع سلبي ويحتكوا بالناس وهم مصابين. البروتوكول العالمي بالنسبه للموضوع المسحه الحلقيه او مسحه الحلق، هي زي ما وضحت لحضرتك ان هي خلال 48 ساعه بنعيد التحليل تاني، لان الفيروس ممكن يكون مش بالكميه الكبيره اللي ممكن نعمل لها ديتكشن او تحقق من مسحه الحلق او اللي هو السواب. طبعا هو ده اجراء متابعه. المشكله في الفيروس ان زي ما بقول لحضرتك ان هو في لسه لغط كبير قوي عالميا بالنسبه لاساليب التشخيص والطرق التشخيص. فدلوقتي بعض الجامعات، جامعة هوبكنز مثلا عملت اكسبريس تيست، في سنغافورة عملت اكسبريس تيست، دي اكتر الحاجات اللي موجودة حاليا. وزي ما قلت لحضرتك ان هي كوانتيتيف كواليتيتيف مش كوانتيتيف، يعني نوعية وليست كمية. المشكلة في الفترة دي ان فعلا المريض ممكن يخش في فشل رئوي سريع او تدهور سريع ما بين الفترة اللي احنا بننتظر فيها وجود الايجابيه للفيروس او عدم ايجابيته. دي مشكله كبيره طبعا بتواجهنا كلنا في العالم كله. هو تحليل البي سي ار بياخد وقت قد ايه؟ لانه في الكلام بتاع الاستاذ محمود المرحوم محمود اتكلم عن انه قعد 48 ساعه تقريبا عشان يستلم التحليل الاول، هل دي المده الطبيعيه؟ بالظبط بالظبط. التحليل المده الطبيعيه بتتراوح ما بين 24 ساعه ل 48 ساعه حسب المعمل اللي بيعمل في حسب المعمل. في معامل بتطلع في 24 ساعه، في معامل بتطلع في 48 ساعه حسب الضغط وحسب الكميه اللي بيعملوها يوميا، لان الجهاز بيعمل بعدد معين من العينات فبتختلف النسبه. لكن الاكسبريس تيست الجديد اللي هو اللي ذكرته لحضرتك ده بيبقى في خلال 10 15 دقيقه، ونسبه السنسيتيفيتي او نسبه الحساسيه بتاعته عاليه جدا جدا جدا. هو مسمينه الاسم الاصطلاحي حتى بتاعه تحليل ال 10 دقائق، يعني هو اصطلاحا منهم مسمينه تحليل ال 10 دقائق. هو بيبقى بالظبط، هو بيبقى عباره عن زي كاسيت كده صغير
بيتحط عليه عينه دم او عينه بلازما، وبننتظر 10 15 دقيقه وبتبدا تظهر شرط زي تحليل الحمل كده نفس الشكل بالظبط. بتبدا تظهر شرط بتقول ان الشخص ده مصاب او مش مصاب، او مصاب من فتره او مصاب حاليا وفي مرحله اللي هو اكتساب المناعه. طيب في حاجة برضو نقف عندها في حالة الأستاذ محمود، وهي السن. يعني إحنا كان بداية تعرفنا على المرض إن هو خطر على كبار السن أو اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو لكن حالة أستاذ محمود لحد يوم الثلاثة اللي فات كان بيكتب على الفيسبوك وبيقول أنا عندي كورونا أنا تعبان، لكن في النهاية ما كانش فيه علامات، لا هو كبير في السن ولا فيه علامات مرض بعيد. يعني إيه اللي يخلي الحالة تدهور بالسرعة دي وتوصل للوفاة؟ هل تأخير خضوعه للعلاج ولا في عوامل أخرى؟ بالنسبه لفيروس الكورونا، هو مشكله فيروس كورونا ان زي ما قلت لحضرتك ان احنا معلوماتنا قليله لحد الان. يعني احنا ظهرت منذ ظهور الجائحه في اخر العام الماضي، كان مشكله ان احنا ما عندناش معلومات كبيره. المعلومات المتعارف عليها لكل اطباء العالم ان العيله دي من الفيروسات بتسبب بعض الاعراض وليها نسبه وفيات طبعا بتتراوح من بين 1 ل 3%، وده احنا شفناه اختلفت في دول عن دول، اختلفت في اماكن عن اماكن حسب جاهزيه النظام الصحي. يعني في ايطاليا كان الاعداد كانت كبيره جدا للوفيات مقارنه ببعض الدول، يعني كان اقل دوله فيها وفيات في اوروبا كانت المانيا. والمشكله في الفيروس ان فعلا ان ممكن تطور الحاله ما بين ليله وليله. يعني احنا في بعض الحالات حتى عملنا لها اشعه وجدنا ان هم ما عندهمش اعراض، وكان بدا يحدث تضرر كبير في الرئه من غير اعراض. يعني دي حاجه كانت غريبه بالنسبه لفيروس كورونا. احنا ما زلنا في طور ان احنا بنحاول نعرف معلومات اكتر عن الفيروس، لكن لكل قاعده شواذ. هو طبعا الاصل في الموضوع ان السن الكبير والمرضى اللي عندهم امراض مزمنه زي القلب والضغط والسكر والروماتيزم او امراض الروماتيزميه وامراض المناعيه، طبعا هم دول اكبر ناس او اكبر فئه عرضه لحالات الوفيات والمضاعفات الشديده. لكن لكل قاعده شواذ، واحنا شفنا اطباء كتير توفوا في سن صغير وكان مناعتهم كويسه وكان ما عندهمش امراض مزمنه او اي حاجه. لكن هو المشكله ان في بعض الحالات ان جهاز المناعه بيعمل اوفر رياكشن او بيدي رياكشن او رد فعل عنيف جدا للفيروس، هو بيبقى سبب من اسباب الوفاه. ولهذا السبب احنا بدانا نستخدم عقار الكلوروكين. طبعا اكتشفوا بعد كده ان عقار الكلوروكين بيقلل من هذه المضاعفات ومن هذه الاعراض، بالاضافه الى بعض الميكانيكيات الاخرى او بعض، مش فقط ان هو بيهدي رد الفعل جهاز المناعه للاصابه بالفيروس، ولكن ايضا بيمنع بعض الميكانيزمات اخرى او ميكانيكيات اخرى من التعامل مع الفيروس. بتتمثل في ان الفيروس ما بيعرفش يخرج بره الخليه او ما بيعرفش يدخل جوه الخليه. يعني في مش عايز اخوض في تفاصيل طبيه عميقه للساده المشاهدين. يعني طيب هنروح للاستاذ محمد او الممرض محمد المحسناوي اللي توفي في مستشفى النجيله وهو احد ممرضي المستشفى. في ظاهره كده ممكن نقف قدامها شويه، وهي انه اول امس كان توفي برضو امين مخازن مستشفى النجيله، ممرض في مستشفى النجيله، اصابه نائب رئيس المستشفى وعدد من اعضاء الطاقم الطبي في المستشفى. ودي حقيقه ممكن تكون ظاهره غريبه شويه دكتور، لانه دي مستشفى مختصه بالعزل وعلاج حالات كورونا فقط، فبالتالي الطبيعي ان يكون في ادوات وقايه، ما ان الاطباء يكون عندهم وعي ما بطبيعه المرض اللي بيتعاملوا معاه. ايه اللي يفسر او ايه اللي يبرر هذا العدد الكبير من الاصابات واللي بتصل للوفاه؟ طبعا هو بالنسبه للفيروس ده، هو طبعا زي ما كل الساده المشاهدين عارفين انه سريع جدا الانتشار، واي خطا صغير في طرق الوقايه او طرق بروتوكولات وضع الكمامات الطبيه والواقي الوجه والتجهيزات الاخرى، اي ثغره صغيره في هذه الاجراءات طبعا بتؤدي لاصابه الشخص اللي عمل الغلطه دي. يعني طبعا
برضه في سبب تاني، ان المستشفى هو بؤره، يعني هو مستشفى هو مكان بيلجأ اليه المرضى للمصابين بفيروس كورونا. فطبعا لك ان تتخيل حضرتك ان كميه الفيروسات المنتشره في جو المكان ده بيؤدي طبعا الى ان زي ما بقول لحضرتك اي خطأ صغير يمكن ان يحدث قد يؤدي الى اصابه او قد يؤدي الى عدوى. يعني ده برضو يديك مؤشر انه مهما كانت الاجراءات المتخذه والمتبعه، مهم انك تاخد الاجراءات، لكن في كل الاحوال ما فيش ضمانه كافيه بنسبه 100% ان انا اقول ان انا لو عملت ده مش هاصاب بكورونا في المطلق. يعني واضح انه اطباء على وعي كامل بطبيعه المرض، لابسين معدات وقايه في مكان عزل، ورغم كده معدل الاصابات زي ما بنشوف حتى الموظفين والاداريين. بالظبط كده، ده حصل في مستشفيات عديده. يعني عندنا في موسكو المستشفى المركزي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مدير المستشفى نفسه اصيب بفيروس كورونا، هو تعافى، لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك المكان فيه وباء بكميات كبيره وفيروسات منتشره في كل الاجواء من سعال وعطس وما شابه. طبعا خطأ صغير جدا يؤدي الى، في مستشفى في انجلترا تم اغلاقها بالكامل لان الطاقم الطبي كله اصيب بالفيروس. فهي الفكره، الفيروس شديد الانتشار، سريع الانتشار، مهما تم اتخاذ من اجراءات وقائيه خطأ صغير جدا واحد في المليون يسبب الاصابه بالفيروس. تمام، خليك معانا دكتور. خلينا ننتقل عبر الهاتف للنائب فايز بركات، عضو مجلس النواب. برحب بك سياده النائب. اهلا وسهلا. حابين نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك عن طلب الاحاطه المهم اللي تقدمت بيه بشان النفايات الطبيه الناتجه، واللي اكيد هتتزايد بناء على الاعداد الاخيره بالاصابات بفيروس كورونا. اولا مساء الخير على جميع المشاهدين. اهلا بك ومساء الخير لحضرتك. دلوقتي احنا لما نيجي نتكلم على النفايات الطبيه اصلا، طبعا احنا في مشكله النفايات الطبيه وطريقه التخلص منها. انا بتكلم قبل كورونا، يعني كانت في مشكله في موضوع التخلص من النفايات الطبيه. لما جه الوباء وجات الجائحه بتاعت كورونا نفسها، بقى في نفايات طبيه اكثر بكثير، كميه كبيره. يعني اصبحنا دلوقتي عندنا مثلا يمكن في حدود ال 300 طن نفايات طبيه من جميع المستشفيات اللي بتخرج دلوقتي، اللي هي بتاعه معالجه كورونا. طبعا الدكتور زي ما حضرتك عارف او الطقم التمريض بيغير الجوانتي وبيغير البدله كل فتره، وبتترمي في الباسكت داخل المستشفى، في باسكت المهملات داخل المستشفى. في باسكت معين بتتحط فيه النفايات الطبيه، ولكن الباسكت ده مش موجود في الشارع للاستخدام، هو موجود داخل المستشفيات بس. طبعا الناس اللي بتتعامل مع النفايات الطبيه كخدمات المعاونه والعمال والكلام من ده، إذا ما كانش فيه رعاية ليهم وفيه يعني وضوح في التعامل معاها وفي أسلوب معين للتعامل مع النفايات الطبية دي، فأكيد المرض هيتنقل للناس الثانية. إحنا بنطالب بالتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة عشان ما يحصلش انتشار للمرض أكثر ما هو منتشر. طبعا إحنا عندنا الوباء مش منتشر قوي بالنسبه يعني جمهوريه مصر العربيه، معدلها في المعدل الطبيعي 35 اصابه لكل مليون، ده كويس، ولكن احنا محتاجين اكثر رعايه طبيه زياده ورعايه صحيه اكثر علشان الناس ما تتعاملش مع النفايات بطريقه غلط يوم الفيروس ينتشر اكثر من كده. فده كل طلب الاحاطه، انه بوجه وزارة الصحة إن هي تنتبه لجزئية النفايات الطبية اللي هي أصلا تعتبر بتساعد على انتشار المرض. وأنت أشرت لجزئية مهمة سيادة النائب، الموضوع المتعلق بالمعدات الطبية أو المستلزمات الطبية اللي بقت الناس بتستخدمها بكثافة حتى في الشارع. يعني لو قلنا إن في منظومة ما لإدارة النفايات الطبية في المستشفيات،
فالناس بتستخدم الجوانتيات، بتستخدم الكمامات بكثافة دلوقتي في الشوارع، بيرموها في سلات زبالة عادية. ممكن يكون التصور ازاي نتعامل معاها؟ هل يكون مثلا توفير سلات قمامة بشكل ما في الشوارع علشان تكون مخصصة فقط للنفايات الطبية وغيره؟ وهل دي مسؤولية وزارة الصحة ولا ده وزارة البيئة اساس ولا المحليات؟ احنا بنطالبها طلب الاحاطه. انه حتى الناس اللي هي في البيوت بتستخدم الكمامات وبتستخدم الحاجات الطبيه والجوانتيات والحاجات دي لازم يكون لها مكان مخصص ان احنا نضعها فيها عشان ما يتلهبش الفيروس. دي نقطه مهمه وده اللي بنتكلم فيه، لانه احنا بنعمل حسابنا ان احنا الاسطح ما بنتلمسش ما بنلمسهاش، بنعمل حسابنا ان احنا نعزل نفسنا، بنعمل حسابنا ان يكون في تباعد مجتمعي، ولكن الناس اللي بتتعامل مع القفازات والحاجات اللي هي خارجه وناتج المستشفيات وناتج الناس الاشخاص زي ما حضرتك قلت الناس اللي ماشيه في الشارع ما بتستخدم. يمكن اضمن منين ان الجوانتي اللي موجود ده مرمي في مش في سله طبيعيه، لازم يترمي في السله المخصصه للنفايات الطبيه. طب هل سؤال حضرتك موجه فقط لوزاره الصحه؟ لانه في النهايه في وزاره البيئه وفي المحليات هي اللي مسؤوله او مهمتها توفر هذه السلال او سلال القمامه يعني. هو موجه لرئيس الوزراء ولان هو اللي بيشمل كل الوزارات. يعني بالتنبيه طبعا على المحليات علشان اماكن التجمع بتاع ده مسؤوليه وزاره البيئه ومسؤوليه الاداره المحليه ان هم يوفروا البوكسات اللي تتحط فيها النفايات الطبيه ديت وتبقى مغلقه ومحكمه الاغلاق علشان ما حدش يتعامل معاها بطريقه غير سليمه. هل حصل تواصل سيادة النائب بينك وبين وزاره الصحه او وزيره الصحه او حد من الوزاره بعد طلب الاحاطه؟ والله لسه، لان لسه ما اتسمعش طلب الاحاطه، انا قدمته ولكن لسه ما اتسمعش. تمام، هنتابع اكيد اللي هيحصل في هذا الطلب المهم. بشكرك شكرا جزيلا النائب فايز بركات عضو مجلس النواب. ارجع لك مره ثانيه دكتور احمد. تعليقا على هذه النقطه، وهي نقطه مهمه جدا، فكره النفايات الطبيه وان هي بتتحول بدل ما تكون من ادوات الوقايه من المرض ان هي تكون اداه لنشر المرض. طبعا بالنسبه للنفايات الطبيه في المستشفيات، في كل مستشفى بيبقى فيها وحده الانفكشن كنترول او مكافحه العدوى، المفروض هي الجهه المنوطه بمكافحه العدوى في المستشفيات. طبعا موجود في كل مستشفى سلال القمامه او سلال النفايات، بتكون متقسمه كاتيجوريز، يعني كاتيجوري A، كاتيجوري B، كاتيجوري C. بتبقى فيه الحاجات اللي هي النفايات الخطرة أو اللي هي قد فئات، تحتوي يعني على حسب خطورة كل فئة. طبعا بالظبط كده، بتحتوي المفروض ان مكافحة العدوى أو قسم مكافحة العدوى في المستشفيات بيبقى هو بيتابع التخلص الآمن من النفايات. دي الجوب بتاعهم أو الوظيفة بتاعت القسم ده، وده موجود ده حديثا يعني في السنين الأخيرة في مصر، أنا شفتها قبل طبعا ما أسافر يعني. دي كانت حاجة موجودة. بالنسبة للنفايات اللي بتستخدمها الأشخاص، هي دي بقى نقدر نسيطر عليها بالوعي الصحي للمواطنين. يعني نعمل نشرات توعية للمواطنين، نقول لهم ازاي يتخلصوا من الكمامات بشكل طبيعي بشكل صحيح، لان اكيد مش مكانها المظبوط او مش مكانها الصحيح ان انا احطها مع سلة القمامة العادية. طيب يعني خلينا نشوف المنظومه دي هتدار ازاي. خلينا نرحب بالدكتور طارق العربي، مدير مشروع اداره المخلفات الطبيه والالكترونيه بوزاره البيئه. برحب بيك يا دكتور، وهو موضوع مهم جدا، وكان معانا لسه النائب اللي تقدم بطلب الاحاطه النائب فايز بركات بشان اداره المخلفات الطبيه الناتجه عن فيروس كورونا. من وجهه نظر حضرتك، ما هي الاجراءات اللي بتتاخد علشان الاكيد انه الاوضاع الحاليه هتخلي النفايات الطبيه كمياتها اكبر، وكمان اماكن وجودها مش في المستشفيات بس؟ تمام، مساء الخير. وفعلا الموضوع دوت موضوع مهم، واحنا بنبص عليه من ساعه
موضوع كورونا مبتدا، بس هو النفايات الطبيه في المستشفيات زي ما ضيفك برضو سياده الدكتور قال، دي حاجه موجوده على طول في المستشفيات وبتتم ادارتها بطريقه سليمه. فاللي حصل في وقت كورونا ان مستشفيات العزل احنا طلعنا ادله ارشاديه او خطط للتعامل معاها، ان قلنا ان كل اللي خارج من مستشفيات العزل هيعامل على انه نفايات طبيه خطر. يعني ما اقدرش افصل بين النفايات العاديه والنفايات الخطره اللي طالعه من المستشفى، وديت بتتعامل كلها بنفس الطريقه اللي هي اللي معروفه انها تتنقل بطريقه محدده بعربيات مخصوصه، بيتم تعقيم العربيات ديت وهي خارجه من المستشفى، بتروح لمحطات المعالجه المركزيه اللي هي بتشتغل لا اما بالترميد لا اما فرم والتعقيم. المخلفات ديت بتنزل على طول لآلية المعالجة، ما بتتركنش هناك إطلاقا. العربيات بعد لما بتخلص الموضوع دوت بتتعقم تاني وتروح تبتدي تجيب مخلفات تانية. دي بالنسبة للمستشفيات بتاعت العزل. في برضو كرة فيها عزل، فكرة العزل برضو بتتعامل بطريقة تانية، بيتعمل لها خلية مخصوصة في المدفن اللي قريب منها، مدفن المخلفات اللي قريب منها، بتتبطن بجير حي الأول، بيتحط المخلفات فيها. طبعا المخلفات بتتنقل من الكرة دي في عربيات مغلقة تماما، برضو بيتم عملية التعقيم ليها، بتروح تدفن، برضو بتتغطى بجير حي ويترش عليه مية بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان ما فيش اي تعرض لها. بالاضافه لكده هوت احنا مفعلين دلوقتي في وزاره البيئه، عملنا ويب سايت، موقع الكتروني لكل المستشفيات، طلبنا ان هو يبقى في كل المستشفيات في مسؤول عن اداره النفايات عشان يتابع تولد النفايات ديت وادارتها. ويحط البيانات ديت يوميا على الويب سايت بحيث ان احنا يبقى قدامنا خريطة كاملة، كل مستشفى انتجت نفايات قد ايه، أزمنة النقل بتاعتها راحت لمحطات المعالجة، محطات المعالجة عالجتها قد ايه اللي نتج منها، يبقى قدامنا الصورة كلها لو حصل ان في اي لود او اي كباستي زادت، تحميل زيادة او مساحة زيادة اكبر يعني. نحولها طبعا ل أماكن تانية. ده بالنسبة لمستشفيات العزل. بالنسبة بقى للنفايات المتولدة من الأشخاص. ده السؤال بتاع حضرتك. ده السؤال الأهم، لأنه بقى في كميات أكبر طول الوقت من الكمامات ومن الجوانتيات، والناس بتستخدمها بكثافة في الشوارع، يعني تنصحهم يتخلصوا منها إزاي؟ قبل بس ما اجاوب على السؤال ده برضو انا اطمن سياده النائب ان هو الكميات، هو فعلا الرقم اللي قاله صحيح اللي هو 300 طن دوت في الاوقات العاديه. احنا الاوقات ديت دلوقتي نتيجه القرارات اللي طلعت من وزاره الصحه والسكان ان هي المستشفيات ما بتشتغلش الا على الحالات الطارئه فقط لا غير، فده ادى ان كميه المخلفات تقل. يعني الكميه اللي زادت في كورونا ديت دخلت مكان الكمية اللي قلت نتيجة ان مفيش عيادات كتيرة شغالة، العيادات الخارجية وقفت وما في بالضبط كده، فكل دوت ادى لانخفاض الكمية، فبقى في جاب فاضية. الكمية اللي زادت من كورونا دخلت مكانها وما حصلش حمل اضافي على بالضبط يا فندم. بالضبط. طب تنصح الناس بقى بايه يا فندم؟ بالنسبة بقى للمخلفات الطبية الشخصية، احنا طلعنا طبعا برضو زي ما معالي الدكتور اللي مع حضرتك الضيف ذكر ان دي ترجع طبعا للوعي الشخصي للناس اللي بتستخدم المخلفات ديت. وطبعا احنا بنبص على إدارة النفاية نفسها، يعني بعد لما الواحد بيتخلص منها، يعني هو كل الإعلانات بتطلع يقولوا ان اقلع الجوانتي واقلع الماسك وارميه على طول في الباسكت واقفله، مش واخدين بالهم ان في ناس مجتمع بحاله بيتعامل مع النفايات ديت بعد لما هي بتتهدي. فكان الحملات التوعيه والرسائل الاعلاميه اللي طلعتها وزاره البيئه بالتعاون برضو مع وزاره الاعلام ووزاره الصحه والسكان ان لازم نغسل ايدينا كويس جدا واحنا لابسين الجوانتي. يعني انا لو لابس جوانتي اغسله عشان اعمل له تطهير بالميه والصابون لمده من 40 ل 60 ثانيه، بعد كده بقلع الماسك، بقلعه من الجنب برضه واغسله برضه
في ايدي بالميه والصابون لمده من 40 ل 60 ثانيه وبعدين بقطع كده ببقى عملت تطهير ليهم. بس انا بخاف ان هو الناس تعيد استخدام بعض بالظبط فلازم يتقطعوا اتلفهم بحيث ان ما يبانوش خالص واقوم حاططهم في كيس ورميهم في سله المهملات بتاعتي. بعد كده بغسل ايدي طبيعي واغسل ادوات التقطيع مع ان ما بيبقاش لازمه يعني بس بنقول زياده يعني احنا تملي يعني اتعامل مع الجوانتي مع الكمامه زي ما اتعامل مع جسمي بالظبط مع جزء من جسمي اللي انا بغسله بشكل معين وبحطه في كيس وبقطعه قبلها ده كده اكون يعني ضيعت اي خطر ممكن وده مهم لصحه الناس نفسها لانه في النهايه انت بتحافظ على صحتك الشخصيه قبل ما تحافظ على الاخرين. بالظبط. شكرا جزيلا. بالنسبه بقى الكلام دوت بالنسبه للاشخاص لكن بالنسبه مثلا للمولات وسلاسل المحلات الكبيره احنا بننصحهم ان هم ما يحطوش المخلفات دي مع القمامه العاديه بتاعتهم لازم تبقى مفصوله عنها لازم مستقل تبقى في امان بالظبط وقبل ما بتترمي لازم يكون رشش عليها كلور بنسبه 1:10 زي ما الناس ما بيقولوا كلهم بحيث برضو ان هم يعمل لهم ديس انفكشن لو عرف انه يبوظ يعني يفسد حالتهم بحيث ان محدش يعرف يستخدمهم تاني مظبوط لا اما يتفق مع اي منشاه صحيه. احنا شفنا فعلا في بعض الحملات كشفت انه بيعاد استخدام بعض تمام وفي العالم كله مش مصر فقط لا غير في العالم صحيح. كله ودوت البروكوشنز اللي متاخده في العالم كله ان لازم نتلفها قبل ما نرميها. شكرا جزيلا على هذه المعلومات بشكرك يا دكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية في وزارة البيئة. بشكر أيضا ضيف اللي كان معي عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور أحمد سعد أمين الطبيب والاستشاري في البطنة. بشكرك شكرا جزيلا. انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الصناعة الوطنية. وأوصت اللجنة بضرورة توفير السيولة المالية للقطاع الخاص وتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة عام الأراضي الصناعية وإلغاء الغرامات بشأنها ووقف تصدير بعض مواد الخام وعمل قيمة مضافة لها ودعم الاقتصاد الرقمي ودعم قطاعات التجارة الإلكترونية أيضا إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وتخفيض الفوائد على الأراضي الصناعية الجديدة. حول هذه التوصيات نرحب عبر الهاتف بالأستاذ نبيل الشيمي مدير عام غرفة صناعة الجلود. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. كل سنة وانتم طيبين السادة المشاهدين. سلام حضرتك. طيب رمضان كريم. يعني تعليقك على هذه التوصيات اللي قالتها لجنة الصناعة علشان القطاع الصناعي يتحمل صدمة كورونا. هي طبعا التوصيات دي استكمال القرارات اللي اتخذتها الحكومة بشأن يعني تلافي تداعيات الفيروس وحضرتك يعني هي حاجات كتيرة جدا بالنسبة للمصانع تخفيض أسعار الفايدة على رجال الأعمال وتسيير حصولهم على قروض خفض سعر الغاز الطبيعي ل4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ده مهم جدا جدا بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة أيضا تخفيض أسعار الكهرباء لجهد متوسط وعالي بعشر قروش اعتبر حضرتك والتعهد بعدم زيادة أسعار الكهرباء فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات دي مهمة جدا حتى بالنسبة لكافة الصناعات خاصة الصناعات الغذائية وصناعات الغاز وإلى آخره. توفير المليار جنيه لدعم المصدرين خدت بال حضرتك ده قرار إيجابي جدا وهيساعدهم على إنه السلع اللي إحنا إن شاء الله هنستفيد من تداعيات كورونا عليها زي قطاع المنسوجات والملابس وقطاع الأحذية والمصنعات الجلدية هتبقى مهمة جدا إن هم مساندة المصدرين هيساعد في إن يخشوا الأسواق ويحافظوا أو يزودوا من حجم الصادرات بتاعتهم خاصة ده هينعكس بشكل إيجابي كمان على الميزان التجاري لأن احنا كنا جزء كبير جدا من الواردات لهذه السلع بنستوردها من الخارج بالتأكيد طبعا عملية تأجيل أقساط الأراضي كمان طبعا رفع الخبزات الإدارية عن كافة الممولين في منتهى الأهمية اللي عليهم ضرائب
أيضا عملية سداد سعر سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت لمدة 3 شهور وقد تمتد لمدد أخرى، ده أمر جيد جدا ويساعد الصناعة على أنها على الأقل ما تتراجعش وتستمر إن شاء الله. عندنا حضرتك كمان المليار جنيه لدعم البورصة، ده برضو بيدي ثقة في الاقتصاد المصري وإنه إن شاء الله قادر على تجاوز الأزمة اللي بيمر بيها. طب هقف مع حضرتك عند النقطة، يعني طبعا كلها توصيات مهمة وفيها تسهيلات كبيرة على القطاع الصناعي، لكن البعض شايف ان القطاع الصناعي ربما لم يتأثر حتى الآن بالشكل اللي يعني يسترعي تدخل عاجل، يعني من البداية حصل القطاع الصناعي والمصانع على استثناء من قرارات حظر التجول، ان المصانع شغالة محدش قفلها، فبالتالي ايه الضرر اللي تعرض له القطاع الصناعي فيسترعي الدعم؟ هو طبعا الأهم حاجة إنه حجم السوق، يعني في حالة دلوقتي في السوق سيادتك بالنسبة للسلع كلها ما يسمى بالتضخم الركودي، بالرغم أن في قطاعات كثيرة جدا بتعاني من الركود إلا أن في تضخم، أي هناك زيادة في الأسعار قد تبقى سعادتك، رغم أن ما فيش طلب كبير عليها. له لسبب بسيط، هو أنه مصدر كبير من مصادر الاستيراد كلها كانت بتيجي من بلد زي الصين. يعني احنا كان معطين حوالي 16 مليون مليار جنيه دولار، فطبعا الناس اللي هي عندها البضاعة خزناها خايفة من ان عملية استمرار الاستيراد او الفترة الطويلة الاستيراد يتوقف فيها، فهي بتضطر انها ترفع اسعار المنتجات كتعويض عن حالة الركود اللي هي عندها. فيحصل ركود اكبر عشان الاسعار بتغلى. ما هو هي في عرف الاقتصاد الحالي اسمه تضخم الركود، ودي ظاهره عامه ما بتكونش واضحه في الدول المتقدمه، هي في الدول اللي عندنا تعتمد اعتماد كبير جدا على استيراد مكونات الانتاج والسلع الوسيطه من الخارج، وبالتالي كلفه الانتاج بتزداد حسب الاسعار، سعر الدولار المصري، وجت عملية الكورونا دي حدت كثيرا من استيراد الخامات والوسائط، فده طبعا مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، إن شاء الله نتمنى أنها يعني نتجاوزها. طيب خلينا بقى ناخد خطوة لقدام أستاذ نبيل، احنا في أزمة أكدت أنه مهم جدا يكون عندنا تصنيع محلي قوي وأن يكون في دعم للصناعة المحلية، لأنه في وقت من الأوقات ممكن كل السلع يكون في مشكله ما تقدرش تستورد زي دلوقتي، يكون في وباء عالمي، فهنا ظهرت اهميه الصناعه المحليه، ازاي ممكن الصناعه المصريه تخرج من هذه الازمه بمكسب بعد انتهاء ازمه كورونا وبان هي تزود حجمها كمان؟ هي شوف حضرتك نتفق انه في عدد من الصناعات التاثيرات الفيروس عليها هتكون يعني حاجات ايجابيه، يعني احنا مثلا صناعه الملابس الجاهزه والمنسوجات دي ان شاء الله هتنطلق، وهي فعلا يعني بدات المصانع لانها بتتوفر فيها هنا الخامات والمواد الاوليه اللي هو القطن والعماله والخبره، اضف الى ذلك كمان عندك صناعه الاحذيه والمصنوعات الجلديه، الجلد المصري المتميز احنا كنا بنستورد يعني يعني بملايين الدولارات من الصين باصناف حتى ما كانتش عاده مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه، الحمد لله برضو المصانع بالرغم ان حركه البيع قليله الا ان عدد كبير من المصانع بدا يشتغل وبالرغم من تقليل عدد العماله عندهم. عندك كمان في حاجه مهمه جدا اللي هي صناعه الاسمده الفوسفاتيه والازوتيه، المواد الخام اللي داخله في الصناعه عندنا الفوسفات وعندنا الغاز الطبيعي، طبعا زاد الطلب على الاسمده المصريه نتيجه لان دول كثيره جدا ما بقتش الايام دي يعني انتاجها اقل في الحالات اللي احنا فيها، خاصه في دول اوروبا الغربيه دي اللي طبعا حضرتك شايف عدد المصابين والمتوفين، فالمصانع مغلقة لكن احنا عندنا الحمد لله مصانعنا شغالة بالطاقة القصوى، فان شاء الله يعني انا اتصور
انه في صناعات كثيره، كمان صناعه المواد الغذائيه اللي بتعتمد على المدخلات المحليه، صناعه عصير الطماطم الفاكهه، كل دي اذا احنا استثمرنا هذه الفتره طبعا عمليه الصناعه التحويليه بتؤدي لزياده القيمه المضافه للمنتج. ان شاء الله يعني اتصور انه احنا يعني النتائج السلبيه ايجابيه على الاقتصاد المصري. نتمنى ان شاء الله يعني نخرج بهذه الازمه او من هذه الازمه باقل الخسائر الممكنه. لا ان شاء الله. شكرا إن شاء جزيلا الله. استاذ نبيل الشيمي مدير عام غرفه صناعه الجلود، شكرا على هذه المشاركه. ايضا الان نخرج الى فقره كورونا وحياتنا ونعود لنستكمل باقي الفقرات. أهلا بكم إلى فقرة كورونا وحياتنا. يواجه العالم خطر وقف روسيا تصدير قمحها للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، في وقت يسارع فيه بعض المشترين الرئيسيين إلى استيراده وتخزينه. وتثير أزمة انتشار فيروس كورونا المخاوف بشأن الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، إذ سيستمر حظر تصدير القمح في روسيا حتى يبدأ المزارعون الحصاد في يوليو، ويخشى أن يؤدي تراجع إمدادات القمح الروسي إلى نقص الغذاء وارتفاع الأسعار. أعلن معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام أن دول العالم أنفقت تريليونا و900 مليار دولار على التسلح في العام 2019، وهو أعلى مستوى خلال 3 عقود. وتوقع باحثو المعهد أن تؤدي التداعيات الاقتصادية الواسعة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا إلى تراجع حجم التسلح. وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة الدول الأكثر إنفاقا في المجال الحربي، تلتها الصين ثم الهند، وجاءت روسيا في المركز الرابع. في الصومال تأثرت المصارف وبالأخص قطاع الحوالات المالية جراء تعليق المجال الجوي في البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا، وهو ما يهدد بتوقف حوالات الصوماليين المغتربين في المرحلة القادمة، ويؤثر سلبا على أوضاع كثيرة من الأسر الصومالية التي تعتمد على تلقي مصاريفها الشهرية من الخارج. عبد الله الذي يتلقى مساعدة شهرية من أخيه حال بينه وبين مصروفه الشهري فيروس كورونا. لم أتقاضى مصروف هذا الشهر بسبب تداعيات كوفيد 19، وأثر ذلك سلبا على حياة أسرتي، فحتى الآن لم نجد حل لاستلام الحوالة بسبب إغلاق شركات الحوالات المالية. توقف الحوالات الصومالية في دول المهجر منع من دخول البلاد نحو 1,800,000,000 دولار أمريكي. تعكس حالة عبد الله نموذجا عن الأثر الاقتصادي الخانق الذي تواجهه العديد من الأسر الصومالية. ليس هذا فحسب، بل هناك أضرار اقتصادية تشل قطاع المال والتحويلات في الصومال بسبب تداعيات كورونا. نحو 12 حوالة صومالية مهددة بالإغلاق من جراء تداعيات كورونا، فتوقف رؤوس الأموال من وإلى الصومال كبد الاقتصاد خسائر مالية باهظة، يضاف إلى العجز التجاري الذي يفوق 70%. إذا لم يتبدل الحال في المرحلة المقبلة فإن كثيرا من الحوالات ستوقف أعمالها جراء نفاذ مخزونها المالي بسبب توقف تنقلات رؤوس الأموال في البلاد. أموال المغتربين وتبرعات دول الاتحاد الأوروبي للصومالي تمثلان رافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي، وتساهم في نحو 23% من الناتج المحلي. توقف الحوالات في العديد من دول العالم أثر على حركة الأسواق الصومالية وكذلك القدرة الشرائية للمواطن الصومالي، فالمخاوف من انهيار اقتصادي في البلاد تزداد مع استمرار إغلاق المصارف المالية في العالم. يعيش الصومال في عزلة اقتصادية بعد امتناع العديد من البنوك العالمية من التعامل مع الحوالات والبنوك الصومالية بشكل مباشر، وهو ما يضيق الخناقة على اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة ما لم تنقشع غيمة كورونا في القريب العاجل. الشافعي عبدون العربي مقدشو.
ينضم إلينا من بيروت أديب نعمة، المستشار الإقليمي السابق في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا الإسكوا. مرحبا بك. يعني إحنا أهلا. سيد أديب، أتابعنا هذا التقرير قبل قليل يتحدث عن تأثر الأسر الصومالية فيما يتعلق بتراجع الحوالات المالية، ولكن بصورة عامة وعلى مستوى الوطن العربي كيف يمكن أن يؤثر تراجع الحوالات المالية على معيشة المواطنين العرب؟ طبعا سيكون هذا التأثير هو تأثير كبير في كل الحالات، ولكنه يتفاوت بين بلد وآخر. فحيث هناك عدد كبير من العمال والعاملين المهاجرين في دول أخرى، وحيث تشكل التحويلات مصدرا أساسيا من مصادر الدخل، فطبعا هذه ستكون أكثر تأثرا من الدول الأخرى. وأعتقد أن الصومال هو حالة متطرفة، لأنه تقريبا النشاط الاقتصادي في الصومال ضعيف جدا، وبالتالي هي أكثر اعتمادا كما جاء في التقرير 20% من الناتج المحلي يعني هو من التحويلات، في حين هذه النسب أقل طبعا في دول أخرى، ولكنها تبقى مؤثرة خصوصا على الأسر التي لديها. يعني هل من تفاصيل أكثر سيد أديب حول هذه النقطة؟ يعني نريد أن نتعرف على النسبة العامة للأسر العربية التي تتضرر بفعل تراجع الحوالات المالية. لا أستطيع أن أعطيك نسب يعني حول هذا الموضوع، لكن في بلد مثل لبنان على سبيل المثال كانت التحويلات تشكل أيضا 8-9% من الناتج المحلي، وهناك عدد كبير من الأسر. وأعتقد أنه في الدول الفقيرة هذه النسبة قائمة، خصوصا العمال الآسيويين المهاجرين إلى الدول العربية الذين يعملون في دول الخليج الذين ستتأثر بلدانهم. لكن لا أعتقد أن الموضوع يتعلق يعني فقط هذا الجانب، ولا أعتقد أن كورونا وحده مسؤول عن انخفاض التحويلات إلى الدول التي عادة تتكل عليها. شكرا لك سيد أديب نعمة، المستشار الإقليمي السابق في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا الإسكوا، كنت معنا من بيروت. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة كورونا وحياتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. فاصل قصير ونعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر. قبل الفاصل كنا بنتكلم على تأثيرات كورونا على القطاع الصناعي بشكل عام، اتكلمنا عن هذا الموضوع باستفاضة فيما يخص المصانع أو رجال الأعمال. تعالوا نشوف الجانب الآخر من الصورة، جانب العمال. الأستاذ جمال عثمان القيادي العمالي معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ جمال برحب بك معايا في التوقيت مصر. إلى أي مدى أثر فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا على العمال العاملين في القطاع الصناعي بشكل عام؟ السلام عليكم، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. للأسف الشديد الحكومة لم تستطع طوال هذه الفترة أن تضغط أو تلزم القطاع الخاص بأي قرارات هي خدتها وطبقتها على موظفين الحكومة والقطاع العام. موظفين الحكومة والقطاع العام الدولة قدرت أنها تخفض في الأعداد وتدي أصحاب الأمراض المزمنة رحاب بالتناوب وناس تقعد في البيت، ولكن لم يحدث هذا في القطاع الخاص على وجه التحديد نهائيا، وتركوا للعمال فريسة للقطاع الخاص إن هو يفعل ما يشاء. دي نقطة. النقطة الثانية على بالنسبة للقطاع الغير منظم اللي بيطلقوا عليه العمالة غير المنتظمة، ليس هناك أي بادرة أمل في إن الناس دي حتى حد يرحمهم في تلك الظروف اللي زيع وملأوا الدنيا سمعا وكتابة عن ان الناس دي هتاخد 500 جنيه من صندوق من القوى العامله. وللاسف على مستوى الناس اللي حوالينا، مش هنقول احنا ما نعرفش اي عدد، احنا بنسمع اخبار، ولكن تطبيقا على الارض انا حواليا ناس واعرف ناس واعرف عمال واعرف عماله غير منتظمه وده لم ارى احد باستثناءات بسيطه جدا وللاسف الشديد
غلطات فظيعه ان الناس اللي حصلت على هذه المبالغ ناس بتحصل على معاشات وناس بتشتغل في اماكن ثانيه ومؤمن هو يمكن استاذ جمال القطاع الصناعي تحديدا هو اللي عليه كلام كتير لانه حصل على كتير جدا من التسهيلات. لسه كنا بنتكلم دلوقتي على التسهيلات اللي بتقترحها وبتوصي بها لجنه الصناعه في البرلمان للقطاع الصناعي، تسهيلات كتيره جدا تتعلق بتاجيل اقساط وديون وغيرها، لكن حتى الان ربما ملاك هذه المصانع لم يشركوا العمال في هذه الامتيازات، لدرجه ان مصنع زي جيزه مثلا الغزل والنسيج اكبر العمال بعد ظهور اصابات ان هم ياخدوا الاجازات على حسابهم الشخصي. ايوه ففين ده ان انا بدي لمصانع امتيازات في مقابل انها تحافظ على العماله فيكون ده الرد؟ للاسف كل الاموال اللي خصصت لهذه الفاجعه ان قالت انها جزء كبير منها جدا تفاجئ بيه انه رايح للقطاع الخاص اللي لا يدعم العمال بالمره. طب انتوا بتدوا له على اي اساس؟ انتوا بتحافظوا على هذه الافراد وهذه الشخصيات فقط دون النظر لاي حاجه ثانيه؟ انتوا بتحافظوا عليهم علشان تقولوا له احنا شايفينكم وبس ومش شايفين العمال اللي بتشتغل عندكم؟ القطاع الصناعي بالكامل كامل اجزم لحضرتك بالكامل وان فيه اكتر من 25 مليون عامل بيشتغلوا تحت مظله القطاع الخاص عن قطاع الاعمال والقطاع العام لا يتمتعوا باي نوع من انواع الحمايه. حتى الحمايه العاديه من تطهيرات ومنظفات وكلام من ده لا اثر له ولا وجود. النهارده ناس بتشتكي في مصنع من اكبر مصانع مصر والشرق الاوسط وهو مصنع الحديد والصلب. الناس بتتشكى وتتوجع من ان قرار رئيس الوزراء بيقول الناس اللي في محافظات ثانيه ممنوع يتنقلهم وعندهم عمال بالالاف من محافظات الدقهليه ومن محافظات القليوبيه وبيروحوا العمل وبيكشفهم بيكتشفوا بعض الناس ان عندها اصابات وحيلت للمستشفيات واتحجزت وهم كانوا موجودين معاهم. ففين رد الفعل اللي بعد الحاله ديت ان انت تروح تعمل فحص لهؤلاء العمال؟ مفيش. طب الناس دي عارفه انها عندها ولا ما عندهاش؟ مفيش. طب لو انت عرفت ان حد عنده مش المفروض ان كل المختلطين دولت ان انت تعمل لهم فحص وان انت تكشف عليهم؟ لا برضه غير موجود. فالله يكون في عون عمال مصر في هذه الظروف، الله يكون في عون العمال اللي منتشره في ربوع الوطن كلها بدون حمايه اجتماعيه وبدون حمايه صحيه وبدون اي حقوق. للاسف ان شاء الله نتمنى السلامه لكل العمال، نتمنى كمان ان يكون في متابعه من الحكومه لانه القرارات لما اتقالت انها مرتبطه بالحفاظ على حقوق العمال فنتمنى ربطها بشكل فعلي وواقعي بهذا الامر. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جمال عثمان القيادي العمالي على هذه المداخله، شكرا جزيلا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، غدا باذن الله حلقه جديده من بتوقيت مصر، نراكم بخير.